السلام عليكم يا سنة تانية، يا رب تكونوا بخير. معكم زميلتكم عبير عبد الصادق، فرقة تالتة، وإن شاء الله هنراجع المحاضرة التانية في الميجور إليمنتس. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الكالسيوم والفوسفورس، إن شاء الله هنكمل باقي العناصر دلوقتي. أول عنصر بسم الله الرحمن الرحيم، أول عنصر عندنا هو المغنيسيوم. اول حاجه بيقول ان المغنيسيوم ده هو الفورس موست اباندنت كاتيون، ان هو ترتيبه في النسبه بالنسبه للكاتيونات للكاتيونز قصدي ان هو يعني هو بيقع في المستوى الرابع بالنسبه لكل الكاتيونز. اما بالنسبه للكاتيونز اللي موجوده داخل الخلايا الانتراسيلولار كاتيونز فهو السكن. ثاني حاجه المغنيسيوم از مينلي سين انزا بنشوفه في الانتراسيلولار فلويد. طيب كميته التوتال بتاعه بيبقى حوالي 25 جرام، 60% منهم ماسكين في الكالسيوم في البون، والنورمال سيرم بتاعه حوالي من 1.8 من 10 ل 2.2 مللي جرام. داخل الار بي سيز بنلاقي فيه كميه مغنيسيوم حوالي 5 مللي ايكويفالنت لكل لتر. بيقولي ما ينفعش ان انا اقيس المغنيسيوم في العينات اللي حصل فيها هيموليسيس او العينات اللي متبطنه بماده السترة والاكزاليت والاديتا، تمام، لان دوت مش هيديني النتيجه او الـ او الـ او, أو القياس الصح بتاع المغنيسيوم. بعد كده هنشوف الفانكشن بتاعه المغنيسيوم. اول حاجه عندنا المغنيسيوم بيعمل اكتيفيشن لبعض الانزيمات، قلنا الانزيمات دي زي مين؟ اللي بتبقى محتاجه اي تي بي زي الالكالين فوسفاتيز، هيكسوكاينيز، فريكتوكاينيز، فوسفوفريكتوكاينيز، ادينايل سايكليز، سايكليك ام بي ديبندنت كاينيز. تاني حاجه نيورو ماسكولار ايتابيلتي بيقلل التشنجات العصبيه، تمام، بتقل بمين؟ بالمغنيسيوم. انسولين ديبندنت، الانسولين بيعتمد عليه في ان هو يدخل الجلوكوز داخل الخلايا، عشان كده لو نسبه المغنيسيوم قلت ايه اللي هيحصل؟ نسبه الجلوكوز دخول الجلوكوز للخلايا هيقل، ابتيك اوف الجلوكوز از ريديوسد ان المغنيسيوم ديفيشنسي. بعد كده هنعرف اهميه المغنيسيوم سلفيت، والمغنيسيوم سلفيت دوت ليه 3 اهميات. اول اهميه ليه ان هو بريفنتنج السيزيور، سيزيورز يعني تشنجات ان وومن ويز سيفير بريكلامبشيا، بريكلامبشيا اللي هي تسمم الحمل، يبقى هنا هو بيمنع التشنجات في الحوامل اللي عندهم تسمم حمل. تاني حاجه سلوينج اور ستوبنج البريماتور ليبل، بيبطئ او بيوقف عمليه البريماتور ليبل اللي هي الولاده المبكره، وبيحافظ كمان على البرينز بتاعه الاطفال اللي اتولدوا قبل ميعادهم. تاني عنصر معانا وهو الصوديوم. الصوديوم دوت احنا قلنا ان هو اسوشيتد ويز الووتر بالانس، يعني طالما قلنا صوديوم يبقى نقول معاه ايه؟ معاه ووتر على طول. الصوديوم بيعمل ريجوليس اكسترا سيلولار فلويد، بينظم الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. تاني حاجه التوتال بادي صوديوم بيبقى حوالي متوزع زي 50% في البون، 40% اكسترا سيلولار فلويد، 10% في السوفت تيشو. الصوديوم بنقول عليه هو الميجور كاتايون اوف الاكسترا سيلولار، تمام. يبقى هنا الصوديوم على طول بيبقى موجود بره الخلايا. النورمال ليفل بتاعه 136 ل 45 مللي ايكوفالنت لكل لتر. طيب اول فانكشن عندي، اول فانكشن عندي من او وظيفه من وظائف الصوديوم ان هو اللي هي ايه؟ الصوديوم بامب. الصوديوم بامب دي بتحافظ على ان الصوديوم يفضل اكسترا سيلولار. طيب احنا قلنا شرحنا على الرسمه ديت وقلنا ان الصوديوم بيبقى بره والبوتاسيوم بيبقى بره والبوتاسيوم بيبقى جوه. طيب لو في شويه صوديوم جوه لا هخرجهم ازاي؟ هجيب الاي تي بي هتمسك في الصوديوم وتخرجه بره، وبعدين الفوسفات اللي بتبقى في الاي تي بي تروح رايحه جايه تشوف فيه بوتاسيوم بره ولا لا، وتروح جايبه الفوسفات البوتاسيوم اللي بره وتدخل بيه على جوه، يبدا البوتاسيوم بيبقى خلاص دخل الانترا سيلولار. الفوسفات اللي فاضل يروح يمسك في الاي دي بي عشان خاطر يكون لي اي تي بي تاني. تاني اهميه وقلنا ان العمليه بتاعه الصوديوم بامب دي معتمده اي تي بي ديبندنت، والكلمه دي مهمه. تاني حاجة عندي ان هو بيستخدم اللي هي الصوديوم بايكربونات، اللي هي بتعمل ايه؟ امبورتنت في ايه؟ في الاسيد بيس بالانس. اسيد بيس بالانس دي ان هي بتعادل الحموضة وبيشتغل كبفر، كبفر يعني ملطف. طيب نشوف يعني ايه الرسمه ديت اللي هي بتشرح لي اللي هي البفر. قلنا ان احنا لو عندنا سي او 2 هتبدا انها تدخل في الخليه وتتحد مع الاتش 2 او كمان الاتش 2 سي او 3. الاتش 2 سي او 3 دي هتتحلل الاتش سي او 3 واتش موجب، تمام. الاتش موجب ده بقى زياده عندي، زياده في الخليه. طب عشان اتخلص منه هخرجه وادخل بدائل الصوديوم، هيتحد مع الاتش سي او 3 ويكون البيكربونات اللي هي صوديوم بايكربونات، وتبدا انها تهرج تاني للدم. عشان كده انا بقول عليه ان هو بيشتغل كبفر. بعد كده هنتكلم على الريابسوربشن بتاع الصوديوم بيحصل ازاي. طبعا كل اللي يهمني ان انا عارفه ان البروكسيمال كونفوليوتد تبيول البروكسيمال كونفوليوتد تبيول بيبقى فيه هنا كارير او فيه اكس تشينج بيبقى بين الصوديوم وبين الهيدروجين، بيعمل ايه؟ بيعمل ريابسوربشن للصوديوم ويخرجه تاني للدم، وياخد الهيدروجين يعمل له اكسكيشن وينزله في اليورين. نفس النظام بالنسبه للديستري كونفيرت بيول، نفس الكاريا اللي هو ايه؟ في الصوديوم هيدروجين اكس تشينج، بيعمل ايه؟ بيعمل ريابسوربشن للصوديوم ويرجعه تاني للدم وياخد الهيدروجين ينزله في اليورين. بالنسبه للبروكسيمال اللي هي السك اسندنج ليمب بتاعه
سيك اسندنج رين اوف اللوب اوف الهنل ديت بيبقى فيها الاكستشينج بتاعها انها بتاخد الكالسيوم بتاخد الصوديوم والبوتاسيوم تخرجهم في الدم وتاخد وتنزل بدلهم في اليورين 2 سي ال. تمام. طيب بالنسبه للاكستشينج اللي هو ان اي اتش اللي موجود في البروكسيمال الكونفوليوتد، لو انا عايزه اوقف الشغل بتاعه ومش عايزه ان انا اعمل ري ابسوربشن للصوديوم بعمل له بلوكد بماده اسمها الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز. اسم الماده دي مهم ان احنا نحفظه، الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز. اخر حاجه وهي اهم واحده الكوليكتنج تيبيول. الكوليكتنج تيبيول دي في الكارير اللي فيها اسمه صوديوم بوتاسيوم اكستشين، ان هو يعمل اعاده امتصاص للصوديوم ويرجعه للدم وينزل بداله ويعمل اكسكيشن لمين للبوتاسيوم في الايه في اليورين. طيب مين اللي بيحفز لي الكارير دوت او الاكستشينج ده؟ الهرمون اللي اسمه الالدوستيرون. الالدوستيرون اصلا بيزود لي وبيعمل انكريز للري ابسوربشن بتاع الصوديوم عشان يرجعه تاني للدم. طيب لو انا عايز اعمل بلوك ده اصلا للكارير دوت ومش عايزه ان انا اعمل ري ابسوربشن للصوديوم وعايزه ان انا احافظ على البوتاسيوم عندي في الدم، هقفله واعمل له بلوك ده بماده اسمها البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. بعد كده بيقول لي ايه هي اسباب الهايبرناتريميا، ايه هي الحاجات اللي بتزود الصوديوم عندي. اول حاجه الكوشنج ديزيز. خلينا نبقى متفقين الاول ان اي ستيرويد هرمون بيزود الابسوربشن او بيزود نسبه الصوديوم في الدم. اول حاجه الكوشنج ديزيز، يعني الشخص ده عنده زياده في الكورتيزون، زياده في الكورتيزون، كورتيزون ستيرويد هرمون، يبقى هيزود الري ابسوربشن بتاع الصوديوم فبالتالي نسبته هتزيد في الدم. تاني حاجه بولينجت كورتيزون سيرابي، بياخد برده كورتيزون من بره او بياخد علاج في كورتيزون برده هيزود الصوديوم في الدم. تاني حاجه البريج الحوامل بيبقى عندهم اصلا الهرمونات او الاسترويدات بتبقى عاليه فهتعمل ايه ريتينشن للصوديوم وتحبسه في الجسم فده هيزود الصوديوم. ثالث حاجه او رابع حاجه الديهايدريشن، الجفاف، يعني نسبه السوائل اللي في جسمه قلت فبالتالي الكونسنتريشن بتاع الصوديوم هيزيد. اخر حاجه برايمري هايبر الدوستيرونيزم، لسه قايلين الالدوستيرون بيزود الري ابسوربشن بتاع الصوديوم فلو زاد الالدوستيرون هيعمل هايبرناتريميا. بعد كده الكوزس اوف الهايبوناتريميا، ايه هي الحاجات اللي بتقلل نسبه الصوديوم في الدم؟ الفوميتنج والدياريا والبيمنس، دي كلها حاجات بتقلل نسبه الصوديوم. اديسونز ديزيز قلنا انها عكس الكوشنج ديزيز. اللي حصل في الاديسون الادرينال انسفيشنسي، في مشكله في الادرينال جلاند مش قادره تطلع لي الالدوستيرون، لسه قايل الالدوستيرون بيزود الري ابسوربشن بتاع الصوديوم فبالتالي هيقل نسبه الصوديوم. مين التيوبولار اسيدوزس؟ ان نشوف الاول هي ايه اسمها تيوبولار ري ابسوربشن، اللي هو عاده امتصاص الصوديوم في اللي احنا قلنا عليه في البروكسيمال والكونفوليتد تيبيول فيها مشكله از ديفكتيف. فايه اللي هيحصل؟ احنا قايلين ان احنا عندنا كارير في البروكسيمال والديستال اسمه ايه؟ اسمه الصوديوم هيدروجين اكستشينج، بيعمل اعاده امتصاص للصوديوم يوديه في الدم وينزل الهيدروجين في الايه في اليورين. طيب لو انا دلوقتي حصل فيه مشكله في الكدني وما هيش قادره تعمل كده والكارير ده باظ، ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم هو اللي هينزل في اليورين ويفضل الهيدروجين متحوش عندي في الدم فهيسبب اللي هي اسمها رينال تيوبولار اسيدوز، عشان كده بقول عليها اسيدوز. اخر حاجه وهي كرونيك رينال فيليا، يبقى في مشكله اصلا في النفرونات بتاعه الكليه مش قادره تعمل اعاده امتصاص للصوديوم. بعد كده العنصر البوتاسيوم، البوتاسيوم قلنا ان التوتال بودي بتاعه بيبقى فيه حوالي 3500 ملي ايكوفالنت اللي هم 75% في السكليت المصل، بيبقى موجود انتراسيلولار تمام او بيحافظ على الاوزموتيك بريشر اللي في الانتراسيلولار، بيحافظ على الاوزموتيك بريشر اللي داخل الخلايا. الالدوستيرون والكورتيكوسترويد، لسه قايلين الالدوستيرون كان بيعمل ايه؟ بيزود اعاده امتصاص الصوديوم ويعمل اكسكيشن للبوتاسيوم فبالتالي دول هيعملوا ايه؟ هيزودوا الاكسكيشن بتاع البوتاسيوم. بعد كده نشوف الفانكشن بتاعته، اول حاجه اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب ولسه شارحينها، قلنا ان احنا بنبقى عايزين نخلي الصوديوم اكستراسيلولار والبوتاسيوم انتراسيلولار. طيب البالانس بينهم دوت هيعمل كرييت حاجه اسمها الالكتريكال اند الكيميكال جريدينت اللي هو التدرج الكيميائي. طيب كل 3 صوديوم بيبقوا بيخرجوا بره بيدخل قصادهم كام؟ 2 بوتاسيوم. دي طبعا اهم معلومه. بعد كده عايزين نعرف حاجه اسمها النيرف امبلس ترانسميشن، ديت البوتاسيوم ليه اهميه فيها، ايه هي الاهميه بقى؟ ان انا لو دوت عندي غشاء بتاع الخليه عندي صوديوم بره ده اكستراسيلولار وعندي بوتاسيوم جوه ده الانتراسيلولار، طيب لو جت ستيمولس خلت الصوديوم يحصل له انفلكس لجوه تمام فبالتالي الشحنات الموجبه هتزيد جوه وبالتالي هيبقى في شحنات سالبه بره، دوت هيعمل حاجه اسمها الديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن دي بتعمل حاجه اسمها الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ده انها تعمل استجابه للاستيمولس. طيب خلاص انا خلصت الاكشن بوتنشال بتاعي وعايزه، مش هينفع ان انا افضل كده انا في حاله امبالانس كده، طب مين بقى اللي يبقى ليه دور في الموضوع ده؟ يقوم البوتاسيوم واخد بعضه خارج على بره عشان خاطر ايه؟ يعادل لي الشحنات الموجبه، يعادل الشحنات السالبه في الاكستراسيلولار. وبعدين في عندي حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب، بتبدا ترجع تاني البوتاسيوم لمكانه وتخرج الصوديوم تاني لبره، وده الكلام اللي مكتوب. قلنا لو ستيمولس كوزز ان انفلكس للصوديوم انتو ذا انتير اوف ذا سيل ثرو من خلال بوابات الصوديوم، التشارج بتبدا تبقى بوزيتيف داخل الخلايا
ونيجاتيف في الاكسترا سيلولار السيل ممبرين بيحصل له ديبولاريزيشن يخلق حاجه اسمها الاكشن بوتنشال. المهم بعد كده ان دوت بيعمل امبالانس. امبالانس دوت مين ايه بيكبر البرومبوس ايه المهم يعني ان هو بيخلي البوتاسيوم يحصل له ايه يبدا ان هو يخرج تاني لبره عشان يرجع لي حاله البالانس اللي انا محتاجاه. بعد كده عندي حاجه اسمها الهايبوكاليميا. هايبوكاليميا يعني نقص البوتاسيوم في الدم. الا إيه نقص البوتاسيوم نسبته لو قلت عن 3 مللي مول يبقى كده في نقص البوتاسيوم. طب ايه اللي هينقصه؟ اول حاجه انكريز رينال اكسكيشن تزيد الاكسكيشن بتاع البوتاسيوم في الدم. الكوشنج سيندروم قلنا يعني هيزيد كورتيزون وهايبر الدوستيرونيزم يعني في الدوستيرون زياده هيزودوا عدد امتصاص الصوديوم هينزلوا مكانه البوتاسيوم. شيفت اور ديستريبيوشن اوف البوتاسيوم ان احنا البوتاسيوم ان احنا نبدا ان احنا ناخد البوتاسيوم ندخله جوه الخلايا. اللي هيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا حاجه اسمها الانسولين ثيرابي. الشخص ده بياخد انسولين او عنده الكالوزس دوت هياخد البوتاسيوم من بره يدخله جوه فهتقل نسبه البوتاسيوم في الدم. جاسترونتستينال لوز بسبب عنده دايريا او عنده فوميتنج. الدراجز اللي بياخدها لسعيلين الانسولين والكورتيكوستيرويدز برضو. بعد كده الهايبركاليميا اللي ممكن يسبب ان الشخص ده يبقى عنده زياده في البوتاسيوم في الدم. اول حاجه الهايبركاليميا دي بنقول عليها هايبركاليميا لما يزيد عن 5.5 مللي مول دوت بيبقى بسبب ايه الكيس رينال اكسكيشن نقص الاكسكيشن بتاع البوتاسيوم بسبب ان في مشكله في الكيدني. ثاني حاجه ان البوتاسيوم بيبدا ان هو يخرج بره عمال يخرج بره من الخلايا ويخرج للدم. ده بسبب ايه مثلا؟ بسبب ان الخلايا بتتكسر او انها بتتحقب يعني في حاجه بتحرقها او بتتدمر اللي هو انكيز الهيمولوسيس بتتكسر تشو نيكروزس ان في دم في التيشوز وفي بيرنز اللي هي الحروق. ده بتخلي البوتاسيوم يخرج من جوه الخلايا لبره فبتزيد نسبته في الدم. اخر حاجه ريديستريبيوشن اوف البوتاسيوم تو اكسترا سيلولار ان هو برده حاجه بتخرجه بره اللي هم ايه لسه قايلين هناك في الهايبوكاليميا ان الالكالوزس والانسولين كانوا بيقللوا البوتاسيوم فعلى عكسهم هيبقى مين الاسيدوزس ونقص الانسولين اكيد هيزودوا لي نسبه البوتاسيوم بره. بعد كده عندي حاجه اسمها الكلورايد. الكلورايد دوت قلنا ان هو بيبقى ماشي مع الصوديوم تمام ان بارالل. اهميه بقى الكلورايد ليه اهميتين. اول اهميه ان هو بيدخل في العصير المعدي اللي هو الهيدروكلوريك اسيد ان الجاستريك جوس اللي هو الاتش سي ال الاتش سي ال اللي في المعده. الكلورايد ايونز ار اولسو انفولفد ان في حاجه اسمها الكلورايد شيفت. ايه الكلورايد شيفت دي؟ الكلورايد شيفت دي اللي هو انتقال الاكسجين بين الخلايا والار بي سي. طب نشرحها بقى انتقال الخلايا بين الاكسجين بين انتقال الاكسجين بين الخلايا والار بي سيز ازاي. ادي ديت عندي خليه خرج منها سي او 2 وراح للار بي سيز تمام. اول ما يروح للار بي سيز هيتحد هنا مع الاتش 2 او ويكون لي الاتش 2 سي او 3 في وجود الانزيم ده. يبدا الاتش 2 سي او 3 تتحلل الاتش سي او 3 والاتش الموجه الاتش سي او 3 تبدا تخرج على بره وتدخل لنا مكانها الكلورايد. طب مش مشكله عندي في ده، المشكله عندي في الهيدروجين اللي زي في عندي هيموجلوبين شايل الاكسجين. اول ما نسبه الهيدروجين والاسيديتي بتزيد في الار بي سيز يبدا الهيموجلوبين ما هوش قادر يشيل الاكسجين فبينفصل عن الاكسجين وياخد الاكسجين بعده ويخرج على بره ويروح للخلايا. دي كده الكلورايد شيفت. بعد كده هنشوف الكلورايد كونسنتريشن. اول حاجه الكلورايد كونسنتريشن بيبقى ليه تركيز في البلازما بيبقى حوالي 96 لـ106. اما في السي اس اف اللي هو السائل اللي بيبقى بين الحبل الشوكي والمخ اللي هو حوالي 125 مللي ايكويفالنت. طيب بيبقى ليه المشكله ايه؟ ليه بيبقى في السي اس اف هاير ذان اني اذر بودي فلويد؟ عشان خاطر الكلورايد بيحصل له اكسكيشن من خلال اليورين اند از بارلل تو الصوديوم. عشان احنا بنعمل اكسكيشن الكلورايد بيحصل له اكسكيشن وبينزل فين؟ في اليورين. اما اللي موجود في سي اس اف فهو زي ما هو ما حصلوش اي مشكله. بيخرج قد ايه كلورايد في اليورين؟ حوالي 5 من حوالي 110 مللي ايكوفالنت او من 5 ل 8 جرام بير داي. بعد كده الابنورماليتيز. ايه الحاجات اللي بتسبب عندي ان يحصل هايبركلوريميا؟ هايبركلوريميا يعني الشخص ده يبقى عنده ديهايدريشن. ديهايدريشن يعني نسبه السوائل قلت فهتزيد نسبه الكلورايد. كوشنج سندروم. كوشنج سندروم يعني نسبه الكورتيزون هتزيد فبالتالي هتزود نسبه فبالتالي هتزود نسبة الصوديوم الابسوربشن بتاعه فهيزيد الكلورايد مع الصوديوم. تالت حاجة السيفير دايريا. الشخص دوت عنده اسهال. اسهال يعني بننزل المادة القلوية اللي في البطن ولسه الحمض زي ما هو فبالتالي الحمض ده بيتكون من ايه؟ من الكلورايد فنسبته هتزيد. طب ايه اللي بيقلل الكلورايد؟ الهايبوكلوريميا. اكسسيف فوميتنج بيرجع كتير بيرجع العصير المعدي اللي هو فيه الحمض اللي هو الكلورايد. اديسونز ديزيز اللي قلنا عكس الكوشنج سندروم يعني الالدوسترون كميته صغيرة فهيقلل الابسوربشن بتاع الصوديوم هتقل نسبة الصوديوم وهتقل معاه الكلورايد. اكسسيف سويتنج العرق لما بيخرج معاه كلوراي. بعد كده في مرض اسمه السفتر. السفتر دوت اللي هو بيبقى طفره جينيه فين؟ في ميوتيشن ان ذا سفتر جين تمام. ايه بقى اللي حصل؟ انا عندي ديت
غدة عرقية اهي، وادي السيفتر جين موجود هنا كده. السيفتر ده كان بيعمل ايه؟ بيبدأ يخرج لي الصوديوم بره ويدخل لي مكانه الكلور. الصوديوم لما بيخرج بيخرج معاه ايه؟ بيخرج معاه ميه. طب بيخرج معاه ميه كتيره بتخلي العرق يبقى ما هوش سميك، بيبقى طبيعي. طيب لو حصل عندي مشكله في السيفتر جين دوت، هيبدأ اللي يحصل هيبدأ الصوديوم مش هيخرج، وبالتالي الكلورايد هيتحبس بره، يبقى عندي كلور بره. كمان الصوديوم ما خرجش وما خرجش ميه، الكلور نسبته عاليه بره، هيبقى مخلي العرق هيبقى سيك ميوكس، هيبقى تقيل وملزق. سيك ميوكس ده هيؤدي ان يحصل ايه؟ lead to infection and progressive damage and death at a young age. بعد كده اخر حاجه وهي السلفر. السلفر دوت قلنا ان هو بيبقى جاي من تو امينو اسيدز اللي هم مين السيستين والميثيونين. البروتينز بتبقى فيها حوالي 1% سلفر. بعد كده عندي الفانكشن بتاعه السلفر، اول حاجه ان هو بيدخل في تركيب البروتينز اللي هي الامينو اسيد اللي بتبقى داخله في البادي بروتينز، عن طريق انها تكون داي سلفايد بريدجز. ثاني حاجه الكوندروتين سلفيتس اللي هي بتبقى موجوده في الكارتليج والبول، الكيراتين اللي موجود في الهير والنيل، ميني انزيمز زي الهير والنيل اللي هي الشعر والاظافر، ميني انزيمز اللي فيها سلفر جروب زي الجلوتاثيون. بعد كده برضو بيدخل في تركيب مساعدات الانزيم اللي هي زي الكو انزيم اللي هم زي مين سيامين وبايوتين وبانتوسينيك اسيد اند لايبويك اسيد، بيبقى فيهم سلفر. رقم 6 دي اهم حاجه، ان احنا عندنا السلفر بيتخزن في ماده اسمها البابس، عشان لو اي ماده تانية محتاجه سلفر نبدا ندولها من البابس دي. مين اللي بيحتاج سلفر؟ الجلايكوسامينو جلايكانز او الفينول. الفينول محتاج السلفر عشان يعمل التوكسيفيكيشن، يقلل السميه بتاعته. سلفيت ار اولسو امبورتانت فين؟ في الديتوكسيفيكيشن، تقليل السميه اللي هي بتاعت الاندول والفينول. بعد كده هنشوف بقى السلفر دوت بيحصل له اكسكيشن ازاي. اول حاجه بيحصل له اوكسيدايزد فين؟ في الليفر، وبيحصل له اكسكيتد في اليورين. طب نسبته قد ايه بتنزل في اليورين؟ 1 جرام بير دي. بيخرج على في ثلاث اشكال، اول حاجه اللي هو الانورجانيك سلفيت، ودي اكتر شكل بيخرج فيه اللي هو 80% ان هو بيخرج لوحده من غير ما يبقى ماسك في اي حاجه. ثاني حاجه ان هو يخرج في صوره اورجانيك، اورجانيك ده ان هو يحصل له كونجوجيتد، كونجوجيتد يعني بيبقى ماسك في حاجه. طب ممكن يمسك في ايه؟ حاجه لسه قايلين عليها ديتوكسيفيكيشن، يقلل سميه مواد زي الفينول والاندول. طيب الفينول والاندول بيبقوا جايين من ماده اسمها التريبتوفان. التريبتوفان دي بتبدا تتحول لفينول واندول عن طريق الانتستينال بكتيريا، البكتيريا اللي موجوده في الامعاء، ويخرج السلفر ماسك فيه الفينول والاندول. تمام. اخر حاجه اللي هي نيوترال سلفر اور ان اوكسيدايزد سلفر، ان هو بيخرج اصلا من غير ما يحصل له اوكسيدايز، من غير ما يحصل له اوكسيدايزد فين؟ في الليفر، بينزل زي ما هو بمركباته بكل حاجاته اللي هو ايه؟ اورجانيك كومباوند such as الامينو اسيدز والثيوسيانيدز اند اليوروكروم. بس كده احنا خلصنا، وديت برضو الاسئله اللي قلناها في اخر المحاضره اللي هو احنا قلنا ايه؟ وي كان بلوك الصوديوم بوتاسيوم اكستشينج اللي لسه قايلينها بتاعت الالدوستيرون بالبوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. اول اوف ذا فولوينج كوز هايبوناتريميا اكسيب، كله بسبب هايبو اللي هو بيقلل الصوديوم ما عدا الاديسونز ديزيز. طيب الديلي اكسكيشن بتاع الكلورايد هيبقى من 5 ل 8. واتش اوف ذا فولوينج ستورج السلفيت، مين اللي بيخزن السلفيت؟ قلنا ماده البابس. طيب المغنيسيوم از ذا فيرست موست بريفالنت انتراسيلولار كاتيون، غلط، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان هو السكن. طيب لو فاكرين قلنا مين الفيرست؟ اكيد البوتاسيوم. طيب الكلورايد كونسنتريشن في السي اس اف از هاير ذان اني اذر بودي، صح، قلنا عشان خاطر في اي ان الكلورايد بيحصل له اكسكيشن في اليورين فبيبقى عالي في السي اس اف. اخر حاجه مرض السيفتر ديزيز بيسهل الكلورايد ترانسبورت، طبعا غلط، ده بيعمل ديفكتيف وبيقلل الترانسبورت بتاع وبتاع الكلورايد. بس كده خلصنا، بس كده، ربنا يوفقكم.